السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم معنا بماي لافلي تويز. اليوم معنا مجموعة ادوات تنظيف للباربي، خلونا نفتحهم نتعرف عليهم مع بعض. المجموعة هي عبارة بس عن 4 قطع، معنا هذا البخاخ للتنظيف، تنظيف الزجاج له مكان تقدر الباربي تمسكه، مسكه بالطريقة هاي. ثاني قطعة معنا هي معطر جو، كمان إلها مكان تقدر تمسكها الباربي. ثالث قطعة معنا هي فرشاية تنظيف، ممكن تكون للمفروشات أو للأرضية، ممكن تساويها باربي للمفروشات، تنظف فيها المفروشات تبعه. كمان إلها مكان صغير اللي تمسكها منه، مثل ما شايفين من هون نقدر نمسكها. عشان وقتنا نلعب فيها من نضيف. آخر قطعة معنا هي أكبر وأحلى قطعة بالمجموعة، هي مكنسة كهربائية صغيرة بس هي للمفروشات، ممكن كمان تكون لسيارة باربي، ممكن نمسكها اياها هي، نتخيل انه باربي عم تنظف بالشكل هذا، تنظف المفروشة. الوانها كتير حلوة، لونها فضي وزهري، الوان باربي المفضلة. طبعا باربي بكل شي بتحب اللون الزهري، مرسوم عليها هون شعار باربي، مرسوم عليها كمان شوية وردة. في هون زر كأنه، طبعا كلها هي شكل ما بتشتغل عن جد، هي مجرد بس لعبة. هاي كانت مجموعتنا اليوم، مجموعة أدوات تنظيف للباربي، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو، تشاركوه مع أصدقائكم، تشتركوا معنا بالقناة لو أول مرة بتشوفونا، والسلام عليكم.